شكرا للزميل سلطان الشامسي على هذه الجولة في سوق الجبل، كذلك نشكر زميلنا محمد الياسي اللي دائما يعدلنا هذه الفقرة. ومثل ما قال سلطان 10% خصم في سوق الجبيل على أسعار الأسماك اليوم. خلونا المشاهدين ننتقل لفقرتنا الثانية ضمن فقرات صباح الشارقة. اليوم نتكلم اليوم عن مبادرة جميلة جدا قام بها نادي الشارقة الرياضي الثقافي. بنتكلم عن الرياضة وعن التدريب عن بعد، حيث قام نادي الشارقة بتوفير برنامج تدريب عن بعد لفريق تحت سن 21 سنة يقدمون من خلاله بعض التمارين المهمة للاعبين. نتعرف أكثر على هذه المبادرة. معنا في الاستديو المدرب عبد المجيد النمر، مدرب فريق الشارقة تحت 21 سنة، والمدرب سليم مدكر، مدرب لياقة بدنية للفريق. صباح الخير. صباح النور أختي عليا، صباح عليك وعلى سادة المشاهدين. حياكم الله. سعيدين جدا بهذه المبادرات الجميلة، نلاحظ الجهات المختلفة تقدمها، وهذا دليل أن نحن اليوم حتى في ظل هذه الأوضاع هناك تعاون مستمر أن نحن نقدم الأفضل خصوصا في مجال الرياضة. كلمنا أكثر عن هذه المبادرة كابتن. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا مثل ما الكل عارف الوضع اللي تمر فيه الدول كلها، طبعا مش بدولة الإمارات، واللي هو صار يعني الالتزام في البيت، فالنشاط يجب أن هو ما يتوقف سواء كان بالنسبة للرياضيين أو حتى غير الرياضيين. فطبعا بعد ما اتخذ قرار من اتحاد الإمارات بإيقاف النشاط الرياضي بشكل عام في الدولة، طبعا نحن أسوة بباقي الوزارات ووزارة التعليم، وهذا صار التدريب صار التعليم عن بعد، فنحن حذونا نادي الشارقة حذوهم في مسألة التدريب عن بعد، ولو أن نوعا ما يختلف شوي لكن هذا المتاح حاليا يعني. تمام. كابتن سليم، خلينا نتكلم اليوم عن الرياضة. كلنا نعرف أهميتها بشكل عام، لكن اليوم في ظل قلة الحركة وتواجدنا في المنزل أو حتى لصحتنا النفسية، شو أهمية الرياضة بالنسبة للأشخاص العاديين واللاعبين كذلك؟ بالنسبة للاعبين الرياضيين أهمية كبيرة، لأن أداء في الرياضة مرتبط يعني بعناصر مهمة اللي هي القدرات البدنية ومؤشر التعب، فكل هي نسبة وتناسب. كل ما القدرات البدنية ارتفعت يعني نقص مؤشر التعب وزاد يعني أداء الرياضي من ناحية بدنية، وهذا شيء مهم من أجل الحفاظ على يعني حفاظ على مستوى اللياقة البدنية للاعب، من أجل الحفاظ على الصحة، من أجل الحفاظ على المناعة للاعب. يعني بعد فترة ممكن يرجع النشاط الرياضي للطبيعة نتاعو، فاللاعب يكون على الأقل جاهزية نتاعو بالنسبة تساعد المدرب ما يكون يعني عبء أو عالة على الفريق. يعني ما يتوقف تماما حتى لو يمارس بعض انواع الرياضه، ممكن تخلي تحافظ على جزء من الاداء. نتكلم كابتن عبد المجيد اليوم عن التدابير اللي اتخذتوها لمثل هذا النوع من التدريب اللي هو التدريب عن بعد. بالضبط اختي، مثل ما قلت لك يعني طبعا في توجيهات عليا ايقاف الانشطه تقريبا، يمكن حتى في المدارس وحتى المساجد وقفت. فطبعا اتحاد الامارات طبعا اخذ نفس التدابير هذه ووقف النشاط. طبعا نحن في نادي الشارقه صار عندنا تعليمات ان نحن نوقف النشاط بشكل كامل، فاحتمال يرجع النشاط الله اعلم، نحن نتمنى ان شاء الله يرجع بشكل سريع ان شاء الله. فما بغينا نحن اذا رجع النشاط نحن نبدا من الصفر، فاللاعب عشان يبدا من الصفر يمكن يحتاج له وقت طويل، يحتاج لاعداد كبير، فقلنا على الاقل نحافظ على نوعا ما على نسبه اللياقه البدنيه عند اللاعبين على الاقل في الفتره هذه، يعني خلال 3 أسابيع او الشهر هذا يعني. تمام. خبرنا كابتن كيف يتم التدريب عن بعد، شو الوسائل المتبعه اللي من خلالها تواصلون مع اللاعبين؟ نعم طبعا في نحن في نادي الشارقه اخذنا تعليمات او توجيهات من الاداره من الشركه، طبعا جزاهم الله خير ومشكورين على موافقتهم وعلى دعمهم لنا في هذا البرنامج. البرنامج هذا طبعا مايكروسوفت تيمز، اعتقد ايضا متبع في بعض الوزارات مثل التربيه والتعليم وزاره الداخليه، فهو طبعا يكون لايف المدرب مع اللاعبين. طبعا كابتن سليم جزاه الله خير ما قصر اشتغل على البرنامج هذا، فطبعا نحدد وقت معين، نحن تقريبا الساعه 7 المغرب يكون يناسب، لان تعرفين ان اللعيبه عندهم ايضا دراسه عن بعد مع الجامعات والمدارس، فاستغلنا وقت معين وندخل مع اللاعبين. الكل طبعا يشوف الكابتن سليم والكل يشارك ونتابعهم، طبعا هاي من ناحيه التدريبات.
من الناحية الإدارية طبعا بالنسبة لتواجدهم وحضورهم هذا طبعا احنا عندنا مدير الفريق كابتن محمد إبراهيم جزاه الله خير متابع الأمور هذه، وأيضا كابتن فيصل اليافعي اللي هو إداري الفريق أيضا متابع اللاعبين بالنسبة لحضورهم وظروفهم. يعني في حضور وغياب. في حضور وغياب أكيد طبعا. جميل هذا الالتزام كابتن، بحكم يعني وجودك مع اللاعبين وتفاعلك معهم، خبرنا اليوم عن ردة فعلهم وكيف هم ملتزمين معك في التمرين. نعم صراحة تفاعل إيجابي لأنهم تفاعلوا بشكل حماسي، أنكم متحمسين أنهم يقوموا بتنفيذ الحصص التدريبية اليومية، لأن بصراحة نشكرهم على المواظبة على التمارين اليومية وحتى تنفيذ الخطة الأسبوعية اللي كيقوم على إعدادها الجهاز الفني والمتابعة ديال الإداريين المدراء الفريق يعني اللاعبين حضورهم. فبصراحة نشكرهم خاصة أن اللاعب يعني لازم يحضر المكان بأن يكون المكان آمن وفيه سلامة تاعو، يحضر المعدات اللي راح نحتاجها في التدريب، يحضر الكاميرا نتاعو بشكل ان نقدر نشاهدوه. يعني كل هذا ما يقوم به اللاعب، يعني بصراحه نشكرهم على المجهودات اللي كيقوموا بها. وبالنسبه لنا احنا كجهاز فني تقيمنا لتنفيذ الخطه التدريبيه اليوميه فهي جد حسنه، رغم ان هاد التدريبات مقتصرة على عنصر من العناصر الأداء، لأن العناصر الثانية متعددة ويعني متداخلة مع بعض، فعلى الأقل جزء هذا الجزء البدني اللاعب يحافظ عليه. شو أنواع التمارين تمارسونها مع اللاعبين؟ يعني بعض الأمثلة. كما قلت لك عناصر الأداء في الجانب البدني فيها عناصر لياقة ومهارات حركية. عناصر اللياقة البدنية معروفة اللي هي القوة والتحمل السرعة. اللاعب ما لازم يفقد عنصر من هذه العناصر اللي لازم يعني يشتغلها طول الأسبوع، بالإضافة إلى المهارات الحركية اللي هي التوافق، التوازن، سرعة رد الفعل، المرونة، الرشاقة. هذه الأشياء كلها محتاجها اللاعب باش يطور الأداء نتاعو، فيعني معظم التمارين اليومية مقتصرة على هذه العناصر. تمام. نرجع لك كابتن عبد المجيد، نتكلم عن التمارين الخاصة بفريق كرة القدم لأقل من 21 سنة، في أشياء معينة خاصة تكون للاعبي كرة القدم؟ نعم والله يمكن هذا الشيء المفقود في برنامج اللي هو تدريب عن بعد. يمكن نحن كمدربين يمكن أمور العناصر اللياقة البدنية كابتن سليم طبعا يقوم معاهم في لايف، كل واحد في البيت يقوم بالتدريبات، لكن مسألة العملية التدريب الخاص بكرة القدم هذه نحن ما نقدر نسويها، لأن هذه يحتاج إلى مجموعة لاعبين مع بعض، يعني يوصل العدد مثلا ممكن حتى 11 ضد 11، فهذا طبعا ما راح يتوفر. الأمور التكتيكية ما نقدر نحن نسويها، لأن هاي يحتاج إلى مجموعة مع بعض يشتغلون في مكان واحد. فلهذا السبب نحن بس نحافظ على مسألة اللياقة البدنية فقط، أما الأمور الخططية والتكتيكية وهذا طبعا الفنية ما نقدر نحن نشتغل عليها في الوقت الحالي. بس ما يفوتني بعد أن نحن عندنا أيضا مدرب الحراس كابتن سمير شاكر، طبعا هو شغال معنا في نفس البرنامج، وهو يمكن تخصصه أكثر للحراسة، يعني هو شغال مع على 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 جهة أخرى يعني مع الحراس، له تدريبات خاصة أيضا بالنسبة للحراس، تدريبات خاصة وممكن يدخلوا مع كابتن سليم، لكن أيضا في أجزاء خاصة كابتن سمير شغال معهم في بالنسبة للحراس. وأعتقد هذه كل الأشياء هاي طبعا يعني يمكن موقع في حساب الرسمي لنادي الشارجة اللي هو الانستغرام وتويتر شارجة اف سي، اعتقد ذكروا الخبر هذا يعني في الانستغرام حطوه يعني في الموقع. واستعرضتوا ايضا بعض جوانب من تدريباتكم على صفحاتكم كذلك. بالضبط هي حطوا بعض التدريبات، يعني كنا موجودين وكابتن سليم بدايه اول ما بدينا طبعا سوينا التدريبات في النادي قبل لا يعني يوقفون النشاط نهائي، سوينا التدريبات في النادي وهذا. وطبعا يمكن كابتن سليم ذكر ان بعض اللاعبين يوفرون معدات وهذا، وبصراحه حتى النادي ما قصر، يعني نحن كلمت مدير الفريق كابتن محمد ابراهيم وكابتن فيصل يافعي يمكن وياهم صراحه متعاونين جدا جزاهم الله خير، انه يوفرون بعض الاجهزه اللي يمكن اللعيبه ما يحصلونها في البيت، يعني على سبيل المثال كرات طبيه، ممكن كل لاعب ياخذ كره طبيه، كره قدم كل واحد ياخذ كره قدم، وفي عندنا بعض اللاستيك المطاطي هذا يستخدمونه،
فكل واحد ياخذه وممكن يرجع بعدين. فهي الاشياء نستفيد منها يعني، وبالاشياء اللي هي ممكن يوفرونها في البيت يعني. تمام. انا صراحه شفت الفيديو على صفحاتكم في التواصل الاجتماعي، وحبيت كذلك التفاعل اللي صار حول هذا الموضوع. ويمكن انا كوحده شغوفه بالرياضه وايد يعني استمتعت واستانست انه حتى في ظل هذه الظروف في اجواء رياضيه، في اهتمام بالجانب الرياضي، خصوصا ان الجانب الرياضي كذلك له تاثير على الصحه النفسيه وعلى يمكن نشر نوع من يرفع طاقتنا شوي. بتكلم كابتن عبد المجيد عن اليوم اللاعب الرياضي في ظل هذه الاوضاع وقله الحركه، شو الاخطاء الثانيه اللي ممكن يقع فيها وتاثر على ادائه بعدين لما ترجع الامور طبيعيه؟ والله اختي شوفي، هو طبعا نحن ليش سوينا تدريب عن بعد تحت اشراف جهاز فني؟ يعني الاخطاء اللي يطيحون فيها البعض للاسف يعني اللاعب يكون عنده اداء يعني طاقه معينه او قدره معينه، هو يتدرب بقدره او طاقه اكثر من الطاقه اللي عنده، وهذا شيء سلبي. والعكس صحيح، يكون مثلا على سبيل المثال بعطيك ارقام يمكن عشان اسهل عليك، لاعب تكون مثلا عنده قدره واداء 70% ويتدرب على قدره وطاقه 50%، طبعا هذا ما راح يستفيد، بس هو ما يعرف. وعكس اللاعب الثاني مثلا عنده طاقه 50% ويتدرب على طاقه 70%، طبعا هذا راح يدخل نفسه في 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 خطوره على صحته وامور مثل هاي. فانت ممكن تساليني كيف انتم تحددون يعني اللاعب عن لاعب؟ طبعا احنا عندنا اختبارات نقوم فيها، اختبارات بدنيه اللي هي من ناحيه السرعه، من ناحيه التحمل، من ناحيه القوه. بناء على الاختبارات هذه احنا نحدد كل لاعب شو يحتاج، الجهد اللي يحتاجه او كميه الحمل اللي يحتاجه والزمن اللي يحتاجه، فنحن نحدد. فحتى انت لو قلنا لك مثلا كابتن سليم شغال مع اللاعبين كلهم موجودين، لكن تكرار ممكن يختلف. يعني اللاعب هذا ممكن يقول لي سوى 20 تكرار، اللاعب الثاني يقول لي سوى 15، حسب امكانيات البدنيه، على اساس الكل يستفيد ما يكون في اضرار على بعض اللاعبين. وهذا السؤال اللي كنت بساله كابتن سليم اليوم، هذه الفروقات اثناء يعني التدريب الجماعي كيف تركز عليها او كيف يعني توجه لها تمارين معينه؟ صراحه نعم، هذا هو الجزء اللي شويه يعني، لان المشكل الكبير هو المساحه، يعني المساحات اللي كتوفر عند اللاعبين يعني خاصه في البيت. بالنسبه للتدريبات السرعه اوكي، ممكن يعني تتوفق ان تحضر مجموعه من التمارين تساعد اللاعب يطور السرعه نتاعو. اما بالنسبه للقوه البدنيه، يعني احنا كنطلبوا اللاعب يوفر مجموعه من المعدات اذا توفرت له، اذا ما توفرت له على حسب الاحمال اللي هو اللي يقدر عليها يعني هو يوفرها في البيت. فيعني الفروقات هذه صح احنا خارج الاطار اللي هو النادي صعب نتحكم فيها، بس احنا قدر المستطاع يعني اللاعب يوفر الاشياء اللي تقدر يعني تماشى مع اما بالنسبه لنا في النادي كنراقبوا كل لاعب، الحمل، التوقيت، المسافه، اشياء دقيقه يعني كنمشيو عليها، يعني استخدام الاجهزه اللي كتراقب الضغط يعني دقات قلب اللاعب، المسافه المقطوعه، يعني كل لاعب تعرف مستويات نتاعو، يعني ممكن تقدر تقول له خلاص ارتاح، ممكن تعطيه راحه بعد المنافسه اللاعبين، ممكن لاعب تقدر تقول له يعني عندك 24 ساعه راحه او 48 ساعه راحه، يعني هاد الاشياء نتحكم فيها في النادي، اما في البيت هذه هي نوعا ما شويه الصعوبه فيها. تمام. كابتن عبد المجيد، نعرف ان جزء يعني كبير تحملتوا انتم مسؤوليه ان التدريب عن بعد بالنسبه للاعبين، لكن اليوم الجزء الثاني على اللاعب، شو النصائح الثانيه اللي توجهونها للاعبين غير التزامهم بالساعه الرياضيه او التدريب المشترك ما بين اللاعبين؟ شو الاشياء الثانيه لازم يهتمون فيها؟ طبعا اول شيء خليك في البيت، هذه يمكن اهم نصيحه نحن نوجهها للاعبينا وعيالنا، لان الوضع حرج جدا، وتعرفين ان الارقام تزيد، ويعني نتمنى ان شاء الله تنقص، لكن يجب المحافظه على نفسهم، ان تعرفين حفاظا على نفسهم وعلى على على الاخرين وعلى عوائلهم. فكل ما كانوا هم في البيت، والحمد لله التعليم متوفر في البيت الحين والتدريب متوفر في البيت، لكن هذا جانب. والجانب الاخر مساله التغذيه الصحيه السليمه، يعني هذا يمكن جانب مهم جدا، يعني قله الحركه حتى لو يتدرب ساعه، لكن باقي الاوقات يمكن في البيت وما في حركه، يعني تلفزيون، وهذا ممكن يشاهد مباريات، مباريات طبعا معاده يعني اللي ماشي النشاط موقف في كل مكان، فهذا يمكن تخليه يجلس اكثر وقت ممكن. فاعتقد ان مساله الوجبات الصحيه هذه مهمه جدا في الوقت الحالي، على اساس انه حتى بجانب التدريبات على اساس ما يزيد وزنه
ومتى ما رجع النشاط ان شاء الله يرجع بسرعه، متى ما رجع النشاط يكون هو محافظ على صحته وعلى وزنه وعلى حتى لياقته البدنيه. فاتمنى ان هاي النصيحتين يعني دائما نحن نوجهها، وبصراحه الاداريين مو مقصرين في الجانب هذا بصراحه، يعني كل ما ينصحون اللاعبين يطرشون لنا على عبر الواتساب الاشياء اللي يقولون، بصراحه جدا متعاونين يعني. والنوم اظن بعد واللعيبه متجاوبين بامان يعني. طبعا اكيد والحين اكثر شيء ينامون، لانه ما وين بيروح ما عنده شيء ثاني، لكن بينام يعني. تمام، تكلمنا عن جانب اللاعبين، بس ننتقل معك كابتن سليم نتكلم شوي عن الاشخاص العاديين اليوم كيف ممكن يجهزون نفسهم يتمرنون في البيت او يقومون بعض التمارين. هل ممكن مثلا يتابعونكم ويتعرفون على بعض التمارين يمكن يطبقونها في البيت؟ هل في يعني امكانيه؟ نعم، الجانب هذا مرتبط بالجانب النفسي وقوه الشخصيه ديال الفرد، يعني بالنسبه لنا احنا كرياضيين يختلف. بالنسبه للانسان العادي يعني قوه الشخصيه، الاراده نتاعو، الطموح نتاعو، الاهداف نتاعو، يعني بالنسبه للرياضي عنده المنافسه كاهداف، عنده لازم قدرات نتاعو تكون متطوره يستعد للتدريب. اما الانسان العادي يختلف، هل طموحه، هل قوه الشخصيه نتاعو انه يغير من الجسم نتاعو، يغير الوظائف ديال الجسم نتاعو، تشتغل تقوي المناعه نتاعو، يعني نشاطه وحركيته تكون فيها رشاقه. الجانب الثاني اللي هو مرتبط بالدافعيه، اللي احنا الموتيفيشن نقول يعني الداخليه، او كتجي من الداخل ديال الشخص او من الخارج. من بالنسبه للرياضيين هاد الدافعيه الحافز نتاعو كيعطيه له الظهور نتاعو من ضمن القائمه ديال 11 لاعب، الظهور نتاعو في منافسه بشكل قوي، التحفيز ديال الاداره انه يروح لمستوى ابعد يحقق طموحات، يعني هذه دافعيه شخص من داخليه. يعني بالنسبه للانسان العادي يعني هاد الدافعيه هي لازم هو دائما يكون متحفز ومتنشط، يعني هو يحفز نفسه بنفسه. يعني يختلف الانسان الرياضي على الانسان العادي بصراحه. عشان نختم هذه الفقره كابتن، عندنا نصيحه اخيره توجهها بشكل عام للاعبين اللي معاكم او حتى للاشخاص العاديين المتواجدين في المنزل. كما قال الكابتن، اول شيء نبدا به هو خليك في البيت من اجل الحفاظ على الصحه والسلامه ديال الافراد. ثاني شيء بصراحة لازم التغذية، الجانب التغذية مهم بشكل كبير، أن يتفادوا يعني كل السكريات الضارة أو الدهون اللي هي مضرة وكتزيد من يعني وزن الإنسان. الجانب الثاني اللي هو يعني يخليهم نشيطين بشكل مواظبة، يعني كل ما كانت مواظبة واستمرارية هذه هي أهم نقطة، هو أنك كيف تقدر البداية هي الأصعب، بعدين الاستمرارية، وبعدين الحفاظ على على المكتسبات هذه. اللي نصيحة جدا مهمة، شكرا كابتن. كابتن عبد المجيد، شو تحب تقول لنا في نهاية هذه الفقرة؟ شو تحب تخبر سواء اللاعبين او الرياضيين المحترفين بشكل عام وحتى الاشخاص العاديين؟ طبعا بداية انا احب اشكر شركة نادي الشارجة على راسهم سعادة محسن مصبح رئيس الشركة على دعمه اللامحدود في برنامج التدريب عن بعد او حتى في بداية الموسم، وايضا متابعة الحديثة من سعادة محمد سعيد بوزنجال بصراحة المشرف الفريق، هو يعني هو مشرف الفريق الأول وفريق الرديف، وبصراحة متعاون معنا جدا ومسهل علينا الأمور، ودائما يعني يوصلنا حتى المركز الإعلامي ومتابعة الفريق، لأن في النهاية هذي لهم الصف الثاني للفريق الأول اللي هم راح يطعمون الفريق الأول. فأنا حبيت أشكرهم على دعمهم بالنسبة سواء كان النشاط الرياضي في النادي أو حتى في تدريباتنا أو حتى في برنامج عن بعد. واعتقد اختي في كثير من الانديه مسوين نفس البرنامج، ونحن شاهدناهم تابعناهم ما نبخس حقهم يعني، واللعيبه متعاونين صراحه حتى على مستوى الفريق الاول. في انديه كثيره اعلنت عن البرنامج هذا وبداوا يطبقونه والحمد لله، وهذا شيء طيب. لكن حبيت اقول شيء واحد، ان لو الموضوع طول اكثر عن شهر اعتقد راح يكون من الصعب الاستفاده من البرنامج هذا، لان نحن في النهايه لعيبة كرة قدم وتخصص كرة قدم يفترض أن يكون العمل في الملعب، لكن نحن هذا مثل ما تقولين تصبير أو بنادول على أساس أن لو رجع النشاط بشكل سريع خلال شهر يكون اللعيبة ما يبدون الصفر. لكن أتمنى إن شاء الله اللعيبة يكونون متحملين ويتابعون البرنامج بشكل جيد إن شاء الله. إحنا نتمنى دائما الصحة والسلامة للجميع، يعطيكم العافية، نشكركم على وجودكم معنا. أنا سعيدة جدا بهذه المبادرة اللي قامت فيها العديد من الجهات ومن ضمنها نادي الشارقة الرياضي الثقافي، اللي تشجع الناس
أثناء تواجدهم في البيت أنهم يتحركون أكثر، وخصوصا يمكن هذا الجزء مهم جدا بالنسبة للاعبين المحترفين. شكرا لك المدرب عبد المجيد النمر مدرب فريق الشارقة تحت 21 سنة، والمدرب سليم مدكر مدرب لياقة بدنية على وجودكم معنا، يعطيكم الصحة والعافية. شكرا جزيلا. شكرا لكم مشاهدينا، نروح لفاصل سريع من بعد نستكمل فقراتنا اليوم.